قصة إنجاز لعائلة لديها حالة توحد بين أبنائها كانت مدار نقاش أجراه برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات، حيث استضاف البرنامج الأستاذ ياسر عكروش وابنه حمزة. وقد تناول اللقاء طرق التعامل مع هذه الفئة التي يجب أن تحاط بمحبة ورعاية خاصة بالود، وتركز الحوار كذلك حول مسؤولية الأسرة بتخفيف الضغط على هذا النوع من الحالات من خلال تلبية رغباتهم وتأمين حاجاتهم والعمل على تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. المزيد في هذا الحوار. أنا قبل أيام كنت أستمع بالسيارة إلى الدكتور محمد راتب النابلسي العالم المسلم البخور، وكان يتحدث عن الحمد لله، كيف نقدم الحمد لله، وقال يعني كلمة أنا بدي أستعيرها منه. قال في الابتلاء نحمد الله. يعني أنت قاعد بتسطر لي الآن هذه، يعني هذه الجملة، وأنت بتقول إنه طورت إنسانيتنا، هو اللي علمنا، هو اللي علمنا. أنا دائما الناس بيقولوا تشكر الله على على طبعاً على حمزة. طبعا أشكر ربنا والكون وكل القوى الحية اللي بالكون. يا سلام. إنه واحد حمزة عندي علمني إني أكون محترم، مؤدب، شفاف، يا سلام، نزيه، إنسان ترى. ها، إشي مش معقول هذول الفئة من الناس ما تصرف. بعدين أنا سعيد فيه، أنا سعيد فيه كثير، رفيق محترم مؤدب. بعدين حمزة عنده قدرات هائلة، حمزة بيعزف لبيتهوفن، بيعزف لعمر خيرات، بيعزف لفيروز، بيعزف لأم كلثوم، بيعزف موسيقى بشكل. بعدين ذكي أبونا على الكمبيوتر، بعتقد أنه بيل جيتس مش زيه، ما شاء الله، مش معقول. أنا بالفترة القادمة هلأ أنا حاطه بمراكز بيطوروا مهارات عنده بتعديل السلوك، وبيشتغل خرز، بيشتغل فخار، بيشتغل وبرسم على الزجاج، برسم شيء خرافي حمزة. وهو يعني بيعزف بالكنيسة، مبدأ. بيعزف بالعيد الكبير والصغير. نعم. هو بيعزف على البيانو والكورال بينشد، يعني وراه بينشد وراه. أخذتني أنت في موضوع عدم وجود مراكز مفروزة لمثل هذه الحالات. أولا دلالة على احترام المجتمع لهؤلاء، هاي فئة من المجتمع. المجتمعات الراقية هي اللي بتحترم أصحاب الحاجات الخاصة، صحيح، الأطفال والشيوخ. صحيح. متى ما إحنا اهتمينا بأطفالنا وبشيوخنا وبأصحاب الحاجات الخاصة نكون مجتمعا إنسانيا. هون بيكتمل بناءنا الفوقي الأخلاقي والأدبي أخلاق. والفني. نعم. هون بيكتمل. دائما معيار المجتمع أبونا، أنا مش بدافع التنظير، معيار المجتمع إذا غاية ربنا هو الإنسان. يا سلام. المجتمع مش لازم تكون غايته الإنسان. نعم. الحكومة مش غايته الإنسان. نعم. ربنا غاية ربنا الإنسان وكرامة الإنسان. أنت تؤهل المجتمع، مش عم بتأهله هو. يجب أن نؤهل المجتمع للاهتمام بهؤلاء. صحيح. ويبدو أنه إحنا أمام حالة فريدة سابقة. أنت سابقة أبو علي، حالة مهمة، يعني ينبغي أن تدرس هذه الحالة لطلبة كليات التربية الخاصة وذوي الاحتياجات الخاصة. يبدو أنه هذا الشغف الموجود عند الأب يعني حولك إلى مربي، إلى مربي متخصص. يعني بقول لك أبونا للأمانة، إحنا نقلنا حمزة، نقلنا نقلة نوعية على التعامل على كل الأصعدة. يعني أنا بالبدايات كنا مهتمين نعمل مدرسة بالفحيص، يعني نعمل بها دمج أو مركز لهذا. فواحد إحداها حكت والله خاص علينا، يعني تجيبونا ناس حوالينا، يعني واضح أنه كان العلاج لهاي الناس مش للمثل حمزة. نعم نعم نعم. صحيح. سيد المسيح يا سيدي معلمنا، سجود لاسمه، يعني ما أجاش للأصحاء، مش هيك؟ جاء للمرضى. وبعدين كان هذه الأنفة والعجرفة اللي موجودة عند البعض، أنا قلتها بأنه يعني لا يكون مسيحيا ولا مسلما إنساناً، بل ولا إنسانا. هاي الناس ما اجتش بقرار. نعم. وما اجتش بقرارها هيك. صحيح. يا سلام. هاي الفئة كيف نتعامل معاها؟ احنا بنعرف انه هذا المجتمع مريض او مش. نعم.
طيب يعني انت انت مش بس اب، انت مربي الحمد لله، لكن كنت تشتغل يعني على انه ان تتصرف مع حمزه انه حقه ان يكون عضوا فاعلا ومحترما في المجتمع. صحيح. انت اشتريت له بيت مش هيك او عنده بيت؟ اخذت له بيت من البلديه. نعم. هلا نعم. احنا بنشتغل، حمزه كان يشتغل في فسيفساء وما نعم. زال بيشتغل. نعم. ورسم على الفخار. نعم. وبعزف موسيقى. نعم. وحمزه يعني ركن اساسي، بيت حمزه ركن اساسي كل سنه من مهرجان الفحيص، هو ومجموعه من الحالات اللي بالفحيص. فبنحاول هلا احنا مع بالفتره القادمه رح نعمل اعاده تاهيل للبيت. ها نعم. وصير نسوي برامج كامله لمثل هيك ناس يشتغلوا يصمموا ينتجوا ويبيعوا يستفيدوا ونطور قدراتهم.